أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو مدينة المحرق على قائمة المدن المبدعة في مجال التصميم، وكانت اليونسكو قد أضافت إلى القائمة كذلك 66 مدينة مبدعة جديدة من دول مختلفة من حول العالم. بهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة: لا تزال مدينة المحرق تثبت على مدى السنوات أنها مركز حضاري وثقافي عالمي، فبعد فوزها بجائزة الآغا خان العمارة سبتمبر الماضي تدخل اليوم قائمة منظمة اليونسكو للمدن المبدعة. وأضافت المحرق بكل ما فيها من إرث عمراني وتاريخ حضاري تعكس بهذا اللقب الجديد إيمان مملكة البحرين بالعمل الثقافي الذي نروج من خلاله لصورتنا الأجمل. وأكدت معاليها أن المنجزات الثقافية التي تحققها مدن البحرين تحظى بدعم كامل ومنذ البداية من قيادة البحرين الرشيدة وعلى رأسها الداعم الأول للثقافة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى. أكدت معاليها أن مدينة المحرق نالت عن جدارة لقب المدينة المبدعة في مجال التصميم، حيث شهدت على مدى السنوات الماضية حراكا حفاظيا عمرانيا منقطع النظير، موضحة أن عملية الحفاظ على مدينة المحرق القديمة جاءت بجهود مشتركة ما بين القطاعين العام والأهلي. وأشارت إلى أن المحرق تمتلك على أرضها اليوم مواقع ثقافية هامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، على رأسها موقع طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.